أكيد مشرف مستقبلي لا مستقبلك أولى أكيد. وش هي أولوياتك في الحياة؟ أو منو وش هي الأولويات اللي مستحيل تقبل النقاش عند مشرف؟ الخطأ ما أقبله. الخطأ ما تقبله. غيره. أولوياتك. هذا الأمور اللي تحتاج عقلانية ترى في حياتك. الحاجة الفلانية أنا مستحيل أني أتخطاها ولا أقبل النقاش فيها. هذه مثل ما أنت تقول أنا لازم أكون طيب في أي حاجة، ترى هذه تعتبر أولوية. أنت رجل في أولوياتك أني أنا أكون طيب في أي موقف. طيب لو اعتبرنا أن هذا من أحد أولوياتك مثلا الطيبة، حتى في الخطأ على نفسك تقبل؟ لا ما أقبل على نفسي. ما راح تقبلها؟ طيب وش راح يكون ردك؟ شوف الأولويات كم تبي يعطيك؟ ما في كم تبي. حياتك كم؟ أنت كم؟ في شوف الأولويات يعني الطيبة، الاحترام، التقدير، هذه الأولويات. تمام، هذولي أكيد يعني إنهن إن شاء الله الموجودات فيك اللي أنت ذكرتهم، لكن أنا أتكلم عن محور الطيبة. هذا لو أخطأ عليك شخص وش بترد عليه؟ بظل طيب ولا كيف بتتعامل مع الموقف؟ لا برد عليه بالموقف. ترد الإساءة بالإساءة؟ برد بس أني بندم. ها؟ بندم. ترد وترجع تندم؟ ايه. يعني هذه الدائرة اللي يدور حولها مشرف. بالضبط، ترى برضو حصلت معي زي كذا. طيب بعجالة، لا يلفتهم إلا من يفلتهم، نعم أم لا؟ لا يفلتهم؟ لا يلفتهم إلا من يفلتهم. ما فهمت ترى. يعني ما تلفت الأشخاص إلا إذا بعدت عنهم ومشيت، نعم أم لا؟ لا نعم. نعم؟ قد جربت هذا الأمر؟ إيه. وشفت نتيجته؟ شفت. كان موقفك هو الملفت، ويوما أفلتهم عرفوا قيمة مشرف. صح. طيب مبادر مشرف؟ لل مبادر دائما؟ نعم. أنا أولى من غيري في البرنامج؟ نعم. وش اللي يميز مشرف؟ كله عنده ميزة، مشرف عنده ميزة، لازم يبهر، لازم يطلع. لو وقفت أمام الملأ وقالوا لك وش الميزة اللي بيتميز فيها مشرف أمام الملأ، وش كانت بتكون؟ أنا من ناحيتي أنا شخصياً ميزة عندي الإنشاد. أحفظ ترى من الشعر واجد، بس ما طلعت هنا نهائيا شيء. وليه ما تطلع؟ ما أدري يا أخي. الوقت يؤخذ. شوف منك؟ لا ما يأخذ الوقت، بس يعني أقولك يعني ما في مجال إني أطلع الحين. ليه ما في مجال؟ لو طلعت براين طيب السبت بتقول ما في مجال؟ الأولى أنا أشوف الإنشاد بما أني أنا منشد موهبتي. ما اختلفنا، بس كثرة الشيء تملل. أكيد. صح؟ أكيد. إذن لو نوعت أنت في محتواك، مدام الله أنعم عليك بحفظ القصايد وأعطاك موهبة الإنشاد، يعني أيضا أنا بستغل هذا الأمر، السالفة القصيدة، يعني هذا الأمر أنا كيف ليش أقدم في البرنامج مدام أني أنا صامل على حاجة واحدة ومو كل الأوقات أنا جالس أظهرها؟ ليش تكمن هذه الأمور وتنتظرها بعدين تقول أنا ما عندي مجال؟ شو بيكون ردك للي يدعمونك واللي يوقفون معك وتقول والله ما صار لي مجال؟ لا شوف من كثرة الشعراء هنا موجودين، يعني كهذا يعطي شعر وهذا يعطي شعر وهذا يعطي، فأنا قلت فكر يعني أصير بالإنشاد أفضل لي.
انا ما اشوف ان فيها اختلاف ترى يا مشرف، لو انت تنوعت في محتوى، ما دام انه محتوى ايجابي يسمع الجمهور ويحبه ويتلذذ فيه، وين المشكله؟ وين المشكله؟ مو شرط اني انا شاعر لازم يعني الحين الشعار 24 ساعه قصيد هبت قصيد ورا بعضهم، لا لا، يعني ياخذون سوالف، مرات يتحمسون ينشدون، مرات يقولون لهم موقف معين، هذه ايضا من الاشياء اللي يعني لها قيمه او لها اثر بيتكلمون فيها. وين المشكله يعني لو انت قدمتها؟ وانا اتمنى اني اشوفها في الايام القادمه يا مشرف في المحور الاخير او في المرحله الاخيره معنا، في اخر مرحله معنا، اكمل الجمله التاليه: انا ضعيف عند الحزين. عند الحزين. انت ضعيف عند الحزين. النجاح بكلمة. بكلمة مشرف. نجاح ما أدري شو أقول لك صراحة. أمل، خطوة، شغف، حياة. نجاح خطوة. خطوة؟ نعم. وصلتها ولا للحين؟ توي على بداية انطلاق. تقدى فيها. شوف إني يعني. الحب بكلمة. الحب الصراحة على لساني بس. نقول ان عيونه تكلمت او كملت الجملة لحالها، على ما قيل العيون مغريفة الحدسي. انا شخص مبادر لاني طيب. طيب انا اخاف من أبوي. أنا أخاف من أبوي. من أبوي. مجامل لأن الناس ترى أنك لخمتني بالأسئلة صراحة. تجامل الناس ليش؟ عشان تمشي، لازم انك تجامل عشان تمشي. ولا هي ما تمشي؟ لا ما تمشي. طيب في النهايه مشرف، ابيك توقف امام المراي وبيك توعد نفسك وعد امام المراي. تفضل. معي شباب كنترول، شوف الوقفة بس، تأكدوا لي من الوقفة.